عسلامة ومرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا بخير كالعادة. وكما عودتكم مع بعضنا باش نعملوا دبارة سهلة خفيفة بنينة. بالنسبة لليوم أكيد دبارتنا باش تكون مختلفة، باش نعملوا حاجة الراس العام إن شاء الله باش تكون في متناول الناس الكل، باش نحاولوا نرضيوا الأذواق الكل وأكيد في المتناول. مع بعضنا باش نعملوا إن شاء الله الجاتو، باش نعملوا الطبق الرئيسي، باش نعملوا حاجة سخونة. دونك شنيا عندنا باش نعملوا شوربة شعير بالكعابر اللحم مفروم، باش نعملوا روز ازعر بالفاكهه ومعاه كيف كيف رولي نتاع اللحم، وتشوفوا كيفاش الرولي هذاك باش نقدوه بالخضره ويبدا مشخشخ من الداخل. باش نعملوا باتي ونعطيكم لي زاستوب كيفاش تجي البات فويتي ناجحه كي تطيب، يعني هذاك الفويتاج يقعد بعد ما تطيب. واكيد باش نعملوا مع بعضنا جاتو، جاتو باش نحاول نسهلو ونبسطو مش باش نصعبوها بالحاجات اللي عندنا في كوجينتنا، من غير ما نستحقوا لا بوشادو ولا ماتريال بروفيسيونيل لا حتى شيء. عندنا يبدا عندنا برايف بابي كويسون، المغارفه والفرشيطه والسكينه اللي عندنا في الدار، الباتر، وباش نعملوا الجاتو نتاعنا اللي باش نخرجوا نقضيوا له قضيته هو ودبارتنا. اش قالكم كان نمشوا مع بعضنا للمارشي ناخذوا شويه خضره، نشوفوا اللحم، نشوفوا الفرويسيك، نقضيوا قضيتنا ونرجعوا نبداو في الدباره نتاعنا. للمرشي باش نقضيو قضيتنا، دبارتنا عن روز بالفاكهه مع رولين لحم مفروم، اكيد باش نتعداو للجزار باش نشريو الفاكهه للروز وللجاتو، اما قبلها باش نمشيو للخضار وناخذوا خضرتنا. جبنا قضيتنا، حضرنا المكونات نتاعنا الكل كما قاعدين تشوفوا فيهم، ولهنا قلت نبداو باللحم نتاعنا باش نعملوه رولي، هو باش يكون باللحم المفروم، وكيف كيف الشوربه نتاعنا نخليوها تطيب في عقلها، قد ما تطيب خير، قد ما تعطينا تكستور باهيه، قد ما تكون ابن. لهنا احنا شنيا باش نعملو؟ باش نسخنوا الزيت، دونك باش نسخنوا الزيت باش نخليو السبناخ والبصل يتقلاو. هذا السبناخ نتاعنا نحطو لهنا الزيت، كيف كيف باش نحطوه
للشوربة. باش ناخذو السبناخ ونخليوه يتقلى، وباش نزيدوه البصل. هنا عندنا البصل نتاعنا، باش نقصوه كيف كيف، نكملو نحطوه مع السبناخ. تنجمو تحطو طماطم شايحة، تنجمو تحطو مثلا شامبينيون زيدا، حاسيلو برشا أنواع نتاع فاخس نجمو نحطوهم في اللحم هذايا اللي باش نحضروه مع بعضنا. دونك هذا البصل قد ما يكون مشخشخ من الداخل قد ما يكون أبن وتجي القصة نتاعو أحلى. نجمو نحطو جبن زيدا جوست باش يعطي مطعم بنين، أما راهم بعد مش باش نلقاوه على خاطر باش يذوب وباش يشربو اللحم. هذايا بالنسبة للحم، وهوني باش نخليو اللحم المفروم نتاعنا يتقلى. بالنسبة للشربة أكيد اللحم مفروم نفوحوه، أنا مثلا لهنا فوحته شوية فلفل شايح شوية نعناع ملح فلفل أكحل، باش نخليوهم يتقليو في الزيت، ومن بعد نزيدوهم عادة شوية بركة بصل وشوية طماطم فريشكة شوية طماطم كونسونتري هما بعضنا تو نشوفوا قداش الكمية. هذه كمية نجمو نقولوا نتاع 3 بيرسون، وأكيد نتوما على حسب أفراد العائلة نتاعكم تزيدوا من بعد. كعب اللحم مفروم هذوما نجمو نقليوهم، كان حسينا من بعد الكونتيتي كبيره نحطوهم في حكه ونصبوا عليهم شويه زيت ونخبيوهم في الفريجيدير، نمدوهم نهار اللي ما تبدا كي معنيش دباره في مخنا نقليو معاهم كعيبات عظم اللي هو لقينا فطور والعشاء حاضر. دونك نخليو كعب اللحم مفروم تاعنا يطيبو، باش نقصو شوية بصل كما قلت لكم للشربة يفوحها، باش نعملوها خفيفة ماهيش حمرة برشا وزادة ماهيش زعرة يعني ما بين الزوز. باش ناخدو الطماطم الفريشكة متاعنا كيما عودتكم ديما، راهو انا واحده من الناس نحبذ انه الطماطم الفريشكه نزيدوها للماكله ما نكتفيوش بالطماطم الكونسونتري خاطرها تبنن على الاخر. كيف كيف راهي تنقص من هيك القروسيه اللي تبدا في الطماطم المعجونه. احنا ماهيش باش تكون مطمطمه برشا، دونك هكايا ثلاثة كعيبات صغيرات يكفي. نخليهم يتقلاو بعد ما يتقلى اللحم أكيد ويشد روحه، ونخليوه يتقلى حتى لين يذوب راهو باش نتحصلو هكايا كل كسوس اللي باش تكون متاع الشوربة متاعنا. اللحم المفروم اللي باش نعملوه رولي انا ديجا خليت عليه شويه تابل وكرويه وخليت الملح والفلفل الاكحل، تو باش نكملوا نحطوا له بالكدا زيت باش كيطيب في الفور باش نطيبوه في الفور يقعد شادد روحه ما يبعدش على بعضه. لهنا هذايا الخضره هاوكا قاعده تذب المليح، نجمو تعملوا البصل لوحده حتى لين تحصلوا على اونيون كاراميليزي، والا نذبلوهم شويه شويه مع بعضهم. باش نزيد شويه ثوم خاطر بصراحه الثوم يعطي حاجه ياسر بنينه مع السبناخ.
نحط الثومه نتاعنا كيف كيف. بالطريقه هذا يقعد ندبلو في الخضره نتاعنا. وشنو هي زيدا باش نزيد نعمل عندي لهنا فلفل اخضر باش نشوي بيه، ومن بعد باش نقشروه ونزيدو نحطوه مع الخضره هذيا اللي قاعدين ندبلو فيها. الفلفل المشوي يعطي مطعم ياسر بنين في الحاجات هذيا، في الباتيه زيدا، في البركات نزيدوه، خاصه اللي يحب حاجه مفلفله ينجم يحط الفلفل حار. دونك باش نشويو احنا الفلفل نتاعنا، من بعد اكيد نقشروه ونحطوه مع الفخذ في اللحم المفروم. هذايا اللحم المفروم نتاعنا كيما قلت لكم توا قاعد كان نزيدو شويه زيت، نعجنوه بالكدا وناخذو بابي كويسون والا بابي الومنيوم، من الاحسن بابي كويسون وتحت بابي الومنيوم، وباش نطرحو عليه الكوش نتاع اللحم المفروم نحطو الفخذ اللي قاعدين نحضرو فيها مع الفلفل المشوي، ومن بعد نروليوها وندخلوه للفرن. كيف كيف اللحم بالنسبه للشوربه قاعد يتقلل كعبر اللحم المفروم نتاعنا، نزيدوهم من بعد الطماطم والبصل وبقيه الفاحات، باش نزيدو الكركم شويه بالكل، فلفل زينه، باش نزيدو مغرفه صغيره زيد طماطم معجونه، اللي يحب ينجم يزيد معدنوس. احنا تو نشوفوا هكايا نرضيو العباد اللي تحب المعدنوس ولا العباد اللي ما تحبش المعدنوس، شويه اخرى كي بعد ما تزيد تتقلى اللحم والصوص معناتها نتاع الشوربه. توا باش نحضر اللحم كيما قلت لكم اللي باش نخليوه يطيب في الفور، الشوربه هاكا اللحم نتاعها قاعد يتقلى، ومن بعد نرجع لكم عندنا غوسيت اخرى اللي هو الباتي اللي ياسر باش يعجبكم، خاصه كيف باش نعطيكم لاستوس كيفاش هذيك البات فويتي تقعد محافظه على الفويتاج نتاعها بعد ما تطيب. كما قلت لكم عندنا الباتي باش نكملوه، باش نوريكم كيفاش الفويتاج يقعد مريقل في البات فويتي. اكيد نسهلوها وناخذوا بات فويتي حاضره، اما التكنيك اللي باش نعطيها لكم هي اللي باش تخليها كتب في الفور هذاك الفويتاج نتاعها يقعد. اما قبلها اش قالكم كان نحضروا الصوص نتاع الروز، هو باش يكون حاجه سهله، روز ازار. لهنا باش نحطوا شويه زيت، هو صحيح راهو الغوسيت نتاع الروز لازار حاجه ياسر سهله، اما قد ما نفوحوه ونحطوا فيه حاجات تبنن كيما الطماطم والبصل والثوم قد ما يجي خير. لهنا باش نحطوا شويه بصل، باش يفوح لنا الصوص نتاعنا. وكيف كيف من بعد باش نحط كعيبات طماطم كيما هما يبنوا كيما في البرودو، نجمو نحطو كعبة طماطم ولا كعبتين يفوحولنا البرودو نتاعنا، رغم هي القوة كلها في بقية الخضرة أما راهو حتى طماطم تبنن. دونك لهنا باش نحطو البصل، باش نحطو كعيبات طماطم، خاصة كي يبداو معناتها طماطم هكايا طومات سوغيز الكبيرة ولا الصغيرة ياسر تفوح. باش نحطو فصوص ثوم، باش نحطو الروز نتاعنا يتقلى معاهم به. اللي يخاف من انه الروز يعجن ينجم يفورو، يعني يحضر الصوص هذايا ويخلي الروز يفور كل مره ياخذ من الصوص ويمرق الروز نتاعو. اما احنا لهنا نجمو ناخذو الروز نتاعنا الكميه نتاع الروز نعملو الدوبل نتاعها ماء. احنا باش مثلا لهنا الروز بعديك باش نعبيو هذايا كامله بالماء سخون ونمرقو الروز، باش نفوحوه توا اكيد باش نحطو الملح، باش نحطو لهنا خليط نتاع فحات شرقيه نجمو نلقاوهم يتباعو حاضرين، اكيد روز ازهر يعني باش نحطو الكركم، باش نحط شويه كمون، شويه بالكل مش برشا. هذايا توا كله باش نخليوه يتقلى، وكيما قلت لكم من بعد باش نمرقوه. هذيك الصحفه نستحفظوا عليها باش نعبيوها كامله بالماء، جوست يتقلى طريف كي
كيما قلت لكم. اكيد نار ضعيفه مش نار قويه باش ما يشيحش ما يتحرقش الرز. ونحضروا توا الفارس نتاع الباتي. الفارس نتاع الباتي نتاعنا شنو باش نحطوا فيها؟ عندنا لهنا شويه معدنوس، عندنا التون، هنا المكونات اللي اخترتهم هو باش يكون فما معدنوس، تون، باش نحطوا جبن مرحي، جبن مثلثات، وانتم تنجموا تزيدوا عظم مسموط، تنجموا تزيدوا هذيك فاست الفلفل المشوي اللي حكيت لكم عليها، تنجموا تزيدوها توزويزه بشويه هروس ولا فلفل شايح، حسيلو تنجموا تتفنوا في الباتيه كيما تحبوا، تنجموا تزيدوا زيتون زيدا. باش نحطوا توا الجبن نتاعنا. نحطوا كيما قلت لكم جبن مثلثات ياسر يبان الحاجات هذيا، والكميه على حسب النومبر والكونتيتي. البات فيلتي ماذا بينا تكون بارده شويه وفي نفس الوقت ماهيش مثلجه. باش نخلطوا الفارس هذيا اللي عندنا، اللي يحب ينجم يلمو بأبيض عظمة، سينو ما نستحقوش راهو، معنتها مش حاجة لازمة برشا. هاو كنحاول نعطيكم حاجات سهلة مش صعيبة في ساعة تحضر، وهكاك نكون عملنا منيو ديالي سهل وبني. مش باش نحط ملح خاطر جبن والتون ملحين، اما باش نحط شويه فلفل اكحل نكته. توا باش نوريكم البات فيتي نتاعنا كيفاش يلزم نحلوها ونخدموا بها. احنا هيت ناخذو من الاول جوست الشطر نتاعها، ناخذو شطر الفات وباش نحطو شويه فالينا ولا نشي على البلان دو ترافاي نتاعنا بالطريقه هذه كيف كيف شويه هكا، ونحلو البات فويتي نتاعنا مش برشا مش زيد نخليوها خشينة. باش نوريكم اكزامبل نتاع كعبة كيفاش يلزمها تكون، واكيد احنا باش نكملو البقية كيما باش نوريكم. نزيد نحلو من هنا باش ما نخسروش الجناب هذوما. ونجيو نستويوها باش كي نسكروها تجي مريقله. توا باش نقصوها على اربعه باش ناخذو طريف من الفارس اللي حضرناها. ونحطو هكا بالطريقة هذه. ونشدو نسكرو عليها وما ننزلوش على الجناب هذوكا. ننزلو على البارتي اللي فيها الفارس. يعني مثلا كيما هكا. خاطر اذا نسكروا عليها
كما احنا تعودنا بك الفرشيطه هكايا الفويتاج هذاك الكل باش نحيوه، وهذاك علاش ما عادش تقعد فويتي في الاجناب نتاعها. تحبوها تتحلوا ونشوفوه الفويتاج نتاع البات فويتي، نسكروا على الفرش، على الفرش جوست في النيفو نتاعو معناتها اكها ومن غاديك. اكيد من بعد باش ندهنها باصفر عظمه، واصفر العظمه كيف كيف ما ندوروهش في الاجناب هذوما. باش نكمل توا بقيه البات فويتي كيما وريتكم، الروز نتاعي نتصوروا سي بون، وقايت نحطوا له الماء يكون سخون ونخليوه يطيب، وهكاك يقعد لنا كان الجاتو اللي باش نحضروه مع بعضنا. كما قلت لكم باش نرجعوا مع الجاتو نتاعنا باش نسهلوه على الاخر، حاجات موجوده في الدار في متناول الناس الكل ان شاء الله. لهنا طيبنا جينواز، الجينواز نتاعنا كما قاعدين نشوفوا فيها طيبتها في القالب نتاع الكيك. هاكا هكاك نتحصلوا على فورمه مزيانه ومختلفه ونجموا نتفنوا بها. دونك بالنسبه للغوسيت نتاع الجينواز، عندنا لهنا كف 5 كعبات عظم مع 150 غرام سكر حتى لين الخليط يولي ابيض ويولي دوبل وتريبل في الفوليوم نتاعو. من بعد نخلطوه، نزيدوا له 150 غرام فارينه. لهنا الفارينه كي نزيدوها ما نعادش بالركاضه، معناتها بمغرفه لوح ولا بسباتول حاجه تسمح انه نعملوا معناتها الموفمون انه من اللوطه للفوق نطلعوا الخليط نتاعنا من غير ما نخسروا الهواء هذاك اللي طلعناه الكل كركبنا العظم مع السكر. خليتها تبرد بالكدا، وتوا باش نقصها، باش نقصها على 2، باش نحطوا شويه فخس للداخل والباقي باش نكملوه لبرا. اكيد تنجموا تقصوها حتى على 3 وتزيدوا في الطبقات نتاع الكريم، الكريم اللي باش نحضروه مع بعضنا. وكما قلت لكم باش نعملوا حاجات ياسر سهله. دونك هذايا الجينواز نتاعنا هايكا تشوفوا فيها قداش خفيفه، قد ما تبرد قد ما خير قبل ما نقصوها. لهنا انا عندي الحليب يسخن باش نعملوا كريم باتيسير. الكريم باتيسير عندنا زوز اصفر عظم، نخليو 40 غرام سكر محور نخلطوها معاهم، وعندنا زاده مغرفتين انشاء والا 25 غرام انشاء نحطوهم ونخلطوهم. ولهنا عندنا نص لتر حليب قاعده تسخن. كي نسخنوا الحليب ومن بعد نزيدوه للخليط نتاع العظم والسكر والونشاء في ساعه تطيب الكريمه نتاعنا من بعد. دونك احنا توا باش نزيدوا الحليب بعد ما سخناه، والكريم باتيسير نتاعنا باش نفوحوها بالشاميه، باش نفوحوها بالشاميه. وانتو تشوفوا قداش تعطي مطعم ياسر بنين. بالنسبه للشاميه جست كونتيتي هكايا صغيره للتفويح يعني مش برشا، وعندنا اكيد شويه فاكهه نجمو ناخذو 100 غرام نوازيت، 50 غرام بيستاش نعملو بهم الجاتو نتاعنا. دونك لهنا الكريم نتاعنا عقدت طابت. في المرحله هذيا احنا شنيا باش نزيدوها، باش نزيدوها الشاميه، باش نزيدوها زاده مغرفه نتاع زبده. دونك هذا الكريم نتاعنا باش نجيب نحطوا لها مغرفه زبده، وباش نحطوا الشاميه اللي عندنا. اكيد هي توا باش تذوب بالسخانه تاع الكريم، والفاكهه ماذا بينا ناخذوها كعب معناتها ونحمروها احنا في الدار ومن بعد نرحيوها، تعطينا مطعم ابن وتكون فرشكه اكثر. نحاولوا ندخلوا الشاميه في وسط الكريم، باش نزيدوها شويه نوازيت والباقي باش نخليوه للزينه. عندنا لهنا نوازيت رحيناها،
وتوا وقيت نحطوا الكريم اللي عملناها في وسط الجنواز نتاعنا. الريحه نتاعها ياسر بنينه. الكريم هذايا نجمو حتى نحطوها في ديفيرين ونقدموها كما هي. دونك باش نحطو كوش من الكريم والباقي نتاعها باش نغطيو بيه الجاتو نتاعنا من برا. كيما هكا توا باش نحطو الطبقة الثانية تاع الجنواز نتاعنا وباش نكملو نزينو بالكريم. نحطو كوش من الكريم وماذا بينا تكون جويدة. بالطريقة هذيا باش نتبع على جناب الكل تاع الجاتو نتاعنا حتى اللي نغلفها الكلها، وهذاك اللي باش يخلي الفاكهه اللي نزينوها من الفوق تلصق فيها. انا توقعت كان نكمل نغلف الجاتو نتاعنا بالكريم، نكملوا نزينوها بالفاكهه. واكيد ما تنساوش عندنا الفاكهه نتاع الروز الازعر اللي هي باش تكون عندنا شويه بيستاش باش نحطوه، شويه لوز وشويه كاجو، وعندنا لهنا شويه زبيب مع الفاكهه باش نحطوا لهم طريف زيت ونخليهم ياخذوا لون مزيان قبل ما نزينوا بهم الروز نتاعنا. انا تو نكمل نزين الكيك نتاعنا ولا الجاتو نتاعنا. هو كامل برا يظهر كيكه، من بعد تشوفوه كي يتزين باش يكون جاتو كامل مزيان وبنين وسهل. وكيما ريتو الطريقه كانت ياسر سامبل، جوست جينواز نحضروها نعملو كريم باتيسير نفوحوها طريف فيكه للزينه، وهكاك نكونو عملنا جاتو في الدار بنين وموش مكلف برشا. تو انا باش نكمل كيما قلت لكم ونرجع لكم باش تشوفوا الشكل النهائي نتاع اطباقنا. هذيا دبارتنا حضرت كيما قاعدين تشوفوا فيها، واكيد راكم لاحظتوا اللي انا حاولت نوفر عنصر البروتيين في اكلاتنا الكل، من الشوربه للطبق الرئيسي للباتيه زاده كيف كيف. اما اكيد المعلومات الصحيه هذه الكل مش انا باش نحكي لكم عليها، باش نخليكم تكتشفوها مع اخصائيه التغذيه نتاعنا وتقولنا رايها في المنيو اللي حضرناه. عسلامة الناس الكل، وإن شاء الله عام مبروك علينا وعليكم، ويا ربي إن شاء الله في الصحة وفي الخير. واليوم جينا باش نعطيو كيلكو زاستوس للأشخاص اللي تحب تستحفظ على صحتها، للأشخاص اللي تحب تعمل نمط غذائي صحي، والأشخاص اللي تعاني من السمنة وإلا زيادة في الدهون في الجسم. وتبارك الله شيف صابرين يعطيها الصحة، عملت لنا منيو فاغيي. تبارك الله الخير والبركة. وأول حاجة بدينا بها في المنيو هي شوربة الشعير بكعبر لحم مفروم. الشوربة هذه نعرفوا اللي الشعير راهم الحبوب الصحية اللي ماذا بينا ندخلوها في المأكولات نتاعنا، نعوضوا بها يعني ليبات، نخيروا انه يكون الشعير اخضر. نعرفوا احنا في تونس عندنا حتى يسميوه برشا المرمس، من العادات نتاعنا الشعير يكون اخضر ماهوش كيما الباكوات. ديما نحاولوا ان نحسنوا في نوعية الماكلة. ومع هذايا راهو الشعير من الحبوب اللي تعطينا احساس بالشبع، اللي تعدل معدل السكر في الدم،
وتخلي معناتها المنيو نتاعنا يكون اكيليبري. دونك في الشوربه هذه استعملنا يظهر لي نص بصله، انا باش نزيد شويه في الخضره باش نعوضوا الطماطم المعجونه، نحاولوا ديما نقصوا من الطماطم المعجونه ونزيدوا من الطماطم الخضراء، معناها نخليو كعبتين طماطم خضراء، كعبه بصل كامله، وفي عوض نص فنجان زيت باش نستعمل مغرفه زيت، حتى كي باش نطيب مانيش باش نستحق برشا زيت على خاطر الخضره باش تصيب ماها. دونك هذيا فيما يخص شوربه الشعير. نتعدي ويظهر لي من بعد عنا حاجة بنينة والناس الكل تحبها اللي هو لو ميني باتي، وبالبات فويتي زادة حاجة بنينة. شوف راهو في الأعياد وفي المناسبات واحد لمة العائلة ومع الحباب ما يسالش ديما ناخذوا حاجة بنينة، حاجة حتى كان معمولة ماني تاب سكر وإلا فرينة بيضة وإلا بات فويتي صحة وبشفاء. مي نجم زيتا نعوض البات فويتي هذيا بات، هاو باش نعطيكم استوس صغيره، نخدموا بات بريزي. البات بريزي يعرفوها الناس الكل بالفرينه البيضاء وبالزبده، ما فيها حتى شيء تتلم وتتحط في الفريجو وترتاح. هوني باش نختاروا فرينه قمح كامل موجوده في الاسواق، نجم ناخذ الفرينه القمح الكامل، وباش نعوض الزبده باش نحط زيت زيتونه ونزيدوهم فص عظمه وشويه ماء، نلمها الكل ما نعجنهاش، نحطها في الفريجو ترتاح، ومن بعد نحلها ونعمل لي ميني باتي نتاعي اللي هما ديجا فيهم العظم. ماذا بينا نحطوا عظمه كامله بالابيض نتاعها، خاطر ابيض العظمه فيه لي بروتيين ونستحقوه معناتها في المنيو نتاعنا، ماذا بينا ديما مصدر البروتينات يكون حاضر. نعوض جبن توابع والا جبن المرحي، نحاول اني نختار جبن ابيض موجود عندنا، الفروماج نتاعنا العادي الابيض يكون ناقص ملح، والا حتى الريغوتا اللي تكون 8% من المواد الدسمه. دونك هوني باش تكون اخف الباتي، باش يكون اخف حتى السعرات الحراريه نتاعو باش تكون اقل برشا من البات فويتي، وصحه وبشفاء كان شتيت البات فويتي ما يسالش. دونك هذايا يكون للاشخاص اللي تحب تحفظ على الريجيم نتاعها ولا على العويد نتاعها نهار الريفيون. نتعداو للطبق الرئيسي نتاعنا اللي هو متكامل ومتنوع، فيه الخضره فيه البروتينات وفيه المواد الدسمه، جوست نقصوا شويه في التطيب من الزيت. ماذا بينا ديما نحكروا الزيت نتاعنا بمغرفه زيت زوز مغارف، راهو على كي نشوفوا من بعد منيو كامل باش نلقاو كل حاجه فيها الزيت. دونك نحاول جوست نقص في الزيت نتاعي باش ما نفوتش السعرات الحراريه نتاع الطبق الكامل. نتعداو للديسير والحاجة اللي دور لي اللي تستنى فيها العائلة الكل اللي هو الجاتو، وكما تشوفوا هوني جاتو مزيان وبنين، ويظهر لي السكر الابيض حاضر والفرينه البيضاء حاضره كوساسوا في الجينواز والا في الكريمه. باش نعطي استوس نجمو نعوضوا بها السكر الابيض، راهو الدقله احنا موجوده في بلادنا ويا ربي ليك الحمد، والدقله نجمو ناخذوا كعبه الدقله نفخوهم في شويه ماء دافي، نخليوهم يتراو، نحيو لهم القلب نتاعهم ونرحيوهم في الميكتور بلاندور حتىش للي تولي بات نتاع الدقله هذه. نجم نعوض بها السكر في الجاتو حتى في الجينواز. ومن الاسس نتاع طبق صحي راهو الركائز نتاع التغذيه نتاعنا هي الخضره والغله زاده. وهوني هاو باش نحضروا سلايطه، كيما تراو الالوان ما شاء الله وتبارك الله، باش نعملوا سلاطه. علاش؟ على خاطر ماذا بينا نبداو الطبق نتاعنا ديما بالسلاطه بالخضره بالالياف، وباش تعطينا المعادن والفيتامينات اللي نستحقوهم في نهارنا اللي يستحقهم جسمنا باش نكونوا في صحه جيده. دونك هوني باش نبدا بتحضير السلاطه نتاعي، وقسينا لهنا وفورت راني البيتراف كيما تراو هوني تروف البيتراف باش نحطهم كومباز نتاع السلاطه نتاعي. باش نزيدوا عليهم كعبيت طماطم، تختار انت الطماطم اللي تحب عليها. هوني تخبينا طماطم للريفيون ملونه، هاو الالوان الاصفر واحمر، باش نزيدوا معاهم شويه سفناريه. تنجم تقصها كيما احنا قصيناها رونديلات، والا تنجم تعمل السفناريه نتاعك رابي. ومن غير لا نقولكم لهنا يظهر لي وتعرفوا اللي كل لون من الخضره باش يعطينا مصدر من الفيتامينات يختلف على الاخر. دونك لهنا زدت تروف بسبيس مقصوصين
حطيت معاهم شويه بصل كيف كيف نفوحوا به السلطه نتاعنا، شويه بصل اخضر والا بصل ابيض كيما تحبوا، باش نزيدوا عليهم شويه معدنوس وباش نتعداو الحاجه سبيسيال في السلطه نتاعنا اليوم اللي هي الغله. دخلنا شويه غله باش تكون سلطه بلو غورماند بنينه وتعطينا اكثر الوان، دونك وحاجه مزيانه نعملوا بها نحطوها نزينوا بها طاوله راس العام. دونك حطيت هوني تروف من التفاح، اخترت هوني تفاح يكون هاكا ملون احمر شويه، باش نزيدوا فوقهم الرمان ووقته توا الرمان موجود في الاسواق، زدنا معاهم تروف دقله مقصوصين جويدين، وباش نحضروا مع بعضنا الصوص نتاع السلطه هذيا. والحاجة اللي جديدة اليوم يظهر لي هي العسل، باش نحط الصوص نتاعي صوص فينيغريت، دونك باش نحط فيها مغرفة صغيرة عسل. وماذا بينا وما نعرفش كان تعرفوا اللي العسل ديما ماذا بيك تحط العسل نتاعك تحطه بمغرفة لوح باش تستحفظ على المكونات نتاعو وعلى المعادن نتاعو. دونك راهو كمية صغيرة هوني من العسل، حطيت مغرفة صغيرة بكل، وباش نستعمل عسلات الكل مغرفة زيت مخلطة بالقارس وشوية فلفل أكحل، ونحكم ديما في كمية الزيت. راهو الزيت صحيح نافع برشا، وزيت الزيتونة ما فماش ما خير منه للجسم كأنتي أكسيدان. راهو زيت الزيتونة يعطينا برشا، معناتها هو من الزيوت الغير مشبعة اللي نستحقوهم لجسمنا، من الزيوت اللي تقعد ديما فيها برشا سعرات حرارية نحكمو فيها كي باش نحطو السلطة متاعنا. دونك حطيت هوني مغرفة كبيرة زيت وخلطت السلطة متاعي كيما تراو فيها هوني، سلطة كل ألوان كيما نشوفوا هوني. حطينا سلطة مزيانة نزينوا بها الطاولة متاعنا، وإن شاء الله تاكلوا بالصحة وبالشفاء، ويا ربي إن شاء الله عام مبروك عليكم وعلينا الناس الكل في الصحة وفي الخير. كيما ريتو في دبارتنا عملت اربع حاجات بالنسبه لليوم، هاوكا حويجه الفكره السهريه راس العام اللي عشان نحضروه في الدار. عملت قلت الدنيا بارده علاش ما نعملوش شوربه، عملت شوربه فريك ولا شوربه شعير بكعابر اللحم مفروم وفوحناها بالكدا، واكيد المكونات نجم تعاودوا تلقاهم مع الطريقه. وعملت في الطبق الرئيسي كيما قاعدين تشوفوا روز بالفاكهه، روز ازعر بالفاكهه، وعملنا معاه رولي نتاع اللحم مفروم في وسطو الفاخ سكان، سبناخ، فلفل مشوي قلت لكم يبنن برشا، وبصل. هذوما كلهم تحصلنا بهم على الطبق نتاعنا كما تشوفوا فيه ياسر مزيان، واكيد البنه مضمونه. وعملنا زيد الباتي، الباتي الفارس قلت لكم تنجموا تحطوا اي حاجه انتم تحبوا عليها، ووريتكم استوس كيفاش يجي الفويتاج ناجح بعد ما نحضروا كعيبات الباتي نتاعنا، وهي انه ما نسكروش الاحراف نتاع كعبه الباتي بعد ما نحطوا الفارس في وسطها. واكيد كما قلت لكم في الاول باش نعطيكم روسيت ياسر سهله نتاع جاتون حضروها في الدار، هذه النتيجه نتاعها كي تشوفوها كامل برا. ونقولوا اكيد فما دي كريم صعاب ومش سهل نحضروها في الدار، الوغ كو هي جوست جينواز سامبل حضرناها مع بعضنا، وعملنا كريم باتيسير فوحناها بالشاميه تعطي مطعم ياسر بنين مع شويه فاكهه. والزينه كما تشوفوا حطيت شويه نوازيت شويه بيستاش، تنجموا انتم تكتفيوا جوست بنوازيت. هكاك دبارتنا حضرت، قاعد نقول لكم كان ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير.